ما هو مش معقول برضو يا شعب الدنيا تساب سداح مداح كده، لازم يبقى في ظابط ورابط، لازم يبقى في واحد زي كده يقعد على مكتبه ياخد بق شاي. لا 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 شيل الحته دي. فزميله قاعد جنبه يقول له في وسط كلامها كده، يقول له وبعدين ياخد بق شاي تاني. بقول لك ايه، شيل المشهد ده كله. فزميله بقى بيحب السينما اصلا، ها، فيقول له بس الناس كده مش هتفهم حاجه. يقول له طب الزق بس اول مشهد في اخره وهم مش هياخدوا بالهم. انتوا طبعا فاكريني بهزر، بس ده الحقيقه، تصوري الدقيق عن اللي حصل جوه الرقابه عشان المشهد ده يطلع كده. اصحابنا الاثنين لسه قاعدين في الرقابه بيغتصبوا فيلم ليلى علوي ومحمود حميده واسامه فوزي، فيكمن صاحبنا قائلا وبقول لك ايه، حط فيه داوت كده عشان ما يبانش اننا شلنا حاجه. فيرد صاحبنا اللي بيحب السينما يقول له بس هيجي بعد كده مشهد ليلى علوي وهي بتعيط في الكنيسه وبتستغفر ربنا ومحدش هيفهم هي بتستغفر على ايه. يا عم بتستغفر ربنا على اي حاجه، ابن ادم خطاء. ها ها سامحني يا رب، انا سافله، انا مجرمه، انا خاطيه، الشيطان أيدني، أنا كنت رايحة أجيب اللواء، بس الشيطان ابن الكلب هو اللي. أنا فاهم طبعًا إن كلكم نبهة جدًا وفهمتوا إيه اللي حصل في الفيلم، لكن بذمتكم كام واحد في مصر لما شاف المشهد ده تساءل عن هم قطعوا قد إيه بالظبط؟ خيالك المريض صور لك إن الرقابة شالت أحلى حتة في الفيلم ولا لأ؟ حد فيكم راح دور على النسخة الكاملة على الإنترنت مشيًا وراء خياله المريض ولا لأ؟ اعترف اعترف، دي حكومة نص الليل. المشهد ده من فيلم البريء، واحد من أهم الأفلام اللي اتعملت في الثمانينات، أحمد زكي وحيد حامد وعاطف الطيب مع بعض. هل تعلم بقى إن الفيلم ده اللي أنتج سنة 86 محدش شافه كامل غير في 2005؟ عشان الرقابة كانت شالت منه أجزاء وغيرت النهاية. يعني اللي أنت شفتوه ده قعد 19 سنة مش في الفيلم، قاعد لوحده بعيد. اللجنة الرقابية الفنية اللي عملت كده كانت مكونة من وزير الدفاع المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الداخلية اللواء أحمد رشدي، ووزير الثقافة السيد أحمد عبد المقصود هيكل. ثلاث وزراء عشان الفيلم. تقول الأسطورة أن الرقابة شغلتها المحافظة على أخلاقنا. في 1976 وزارة الثقافة أصدرت قرار رقم 220 بيقول أنه بهدف الارتقاء بالمستوى الفني وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والمحافظة على الأداب العامة والنظام العام وحماية النشأ من الانحراف، هنعمل لكم قانون الرقابة. وهنا هسألكم سؤال واحد صغنن يا شعب، واحنا مرميين في حضن الرقابة كده من ساعة ما كلنا كبير وصغير وعينا على الدنيا. بذمتك يا شعب، احنا ناس متحافظ على أخلاقنا؟ بذمتك. الرقابة النهاردة قررنا نسأل الناس هل هم شايفين الرقابة دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ احنا النهاردة بنسأل عن موضوع الرقابة في الأفلام. حضرتك لو بتتفرج على فيلم أو أي محتوى ولقيت فيه حتة منه مقطوعة أيا كانت، حضرتك بتحس بإيه وحضرتك بتتفرج؟ شيء مستفز طبعًا، لأن الواحد بيحب يتفرج بيتابع الفيلم من أوله لآخره، يشوف إيه اللي فيه وإيه اللي فيه، يعني المتعة ذات نفسها في المتابعة. لا الرقابة كويس، أحسن لما يكون رقابة على كل حاجة أحسن. في الشارع، على الأفلام، على كل حاجة أحسن. ما بقتش في رقابة أصلًا في مصر. ولا في الافلام ولا في المسلسلات، الرقابه دي كانت زمان ايام القنوات الارضيه. المفروض ان طالما في رقابه موجوده يبقى الرقابه طالما حذفت حاجه يبقى في حاجه غلط طبقا للقانون وطبقا للقواعد والشروط اللي محطوط بيها، انما هي مش هتحذف منها لنفسها. لا انا ما بلوم الرقابه بصراحه، لان حاليا في افلام بصراحه انا مش عارف كيف اصلا الرقابه بيوافقوا عليها انها تنزل، خصوصا للسينما المصريه بصراحه، افلام المصريه جدا رائعه، بس حاليا صايره تتطرق لحاجات غريبة جدا زي الأفلام اللي بنشوف حاليا تبع العشوائيات، مش تبع العشوائيات، صايرة أوفر بزيادة، يعني حتى من برا صايرة في السمعة من برا السينما المصرية ما بقاش زي الأول. افترضنا إن في فيلم متشال منه حتة، هل مثلا بتخش على الإنترنت تجيب النسخة الكاملة منه عشان تعرف اتشال إيه؟ لا ما بسعاش لحاجة زي كده إلا لو أنا هدفي إن أنا أتفرج على حاجة زي كده. أكيد يعني يبقى في دافع الفضول والكده إن أنت تعرف الحتة دي اتقطعت ليه أو إيه سبب إن هي اتقطعت،
بس يعني في عامه في الافلام المصريه يعني مفيش حاجه بتشدك ان انت تعمل كده يعني. اكيد بعمل كده على الفيس هما يقطعوه انت تجيب. مثلا في ناس بتقول ان لما الرقابه تكرر لنا احنا نتفرج على ايه وما نتفرجش على ايه، ان هي بتعاملنا على اننا اطفال وان كل واحد ليه حريه في الاختيار ده، ايه رايك في الموضوع ده؟ اكيد لكل واحد حريه، لكن في حريه محدوده وفي حريه لا محدوده. احنا كشريين الحريه المحدوده مطلوبه جدا طبعا، لكن اللا محدوده مش عندنا يعني. انا حر، انا افتح التلفزيون محطه ما عجبتنيش بقلبها، فيلم ما عجبنيش ما اخشوش. ما ينفعش طفل يبقى عنده 15 سنه ويشوف حاجه زي كده يبدا يعرف الحاجات دي بدري شويه. مش هتقدر انت كأب تسيطر عليها، انت هتسيطر على الطفل ازاي؟ انا كمشاهد بقى انا اللي بختار، انا اللي اعلم اولادي يشوفوا ايه او اسيب لهم حريه الاختيار في حدود طبعا. وانت تنوه على الموضوع ده في قلب الفيلم ذات نفسه، ده للكبار فقط، ده من سن 15 سنه، ده تحت 6 سنين كده، وكل واحد يفرج زي ما هو عايز. مش عظيم جدا، شكرا. انا بصراحه اكتر حاجه بتجنني في موضوع الرقابه ده ان في ناس بيحبوا الدوله تعاملهم كانهم لسه اطفال، مع ان الاطفال نفسهم ما بيحبوش حد يعاملهم كاطفال. بريك.